في القاهرة حصل الباحث محمد عبد الله أحمد شرف الدين على الماجستير في الهندسة المعمارية من جامعة القاهرة عن رسالته الموسومة بنحو رؤية جديدة لتنمية الدول بعد الحروب. وهدفت الدراسة إلى فهم تحديات وفرص تنمية الدول بعد الحروب وتقديم رؤية شاملة ومقترحات فعالة تعزز التنمية المستدامة وتحقق الاستقرار والازدهار في مناطق الصراع. وتوصلت الدراسة إلى أن عملية إعادة التنمية توافقية تدار من قبل الحكومات المركزية وتحتاج إلى تكامل الوضع الاجتماعي في التنمية. وتمكن الباحث من تقديم أفكار من شأنها أن تساهم في توجيه صانعي السياسات في اليمن من وضع استراتيجيات وسياسات فعالة للتنمية بعد الحرب.